أولادي وبناتي طلبة طالبات جريد 5، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله معتنا مع أول يونت في المنهج بتاع الترم التاني، منهج سهل ولذيذ إن شاء الله. يونت 1 عندنا اسمها فريكشن. فريكشن يعني احتكاك. اليونت دي فيها 2 ليسونز سهلين جدا. أول ليسون اسمها فريكشن، ودي بتتكلم عن قوة الاحتكاك وهنعرف يعني إيه. وليسن 2 في اليونت دي بتتكلم عن الابليكيشنز اوف فريكشن، يعني تطبيقات الاحتكاك، ودي برضو هنلاقيها سهله وهناخدها مع بعض المره الجايه ان شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف ليسن 1 بتتكلم عن ايه. اول حاجه يعني ايه فريكشن فورس؟ لازم نعرف يعني ايه فريكشن. احتكاك يعني ايه؟ يعني جسمين تلامسوا مع بعض. الجسمين دول 2 سيرفيسز، يعني سطحين او جسمين in contact، لمسوا بعض. نتيجة ان هما تلمسوا او move on each other، تحركوا على بعض، حصل ما بينهم او نشأ ما بينهم force، قوة اسمها friction force، قوة الاحتكاك. من اسمها احتكاك، يعني حاجتين احتكوا ببعض، لمسوا بعض in contact. طيب قوة الاحتكاك او friction force دي بتعمل ايه؟ دي دايما affect in opposite direction of motion، يعني بتأثر في اتجاه عكس اتجاه الموشن اللي هي الحركة. يعني انا دلوقتي لو جيت عملت سلايد للبوك ده، سلايد يعني حركت او زحلقت البوك ده الكتاب على التيبل دي، على الترابيزة الخشب دي، هيحصل ايه؟ هيحصل تلامس contact between البوك والتيبل دي نتيجة التلامس او الكونتاكت ده هتتكون او arise فورس. الفورس دي اسمها فريكشن فورس او قوة الاحتكاك. ودي دايما لو انا بحرك الكتاب لقدام، الفريكشن فورس دايما in opposite direction، يبقى هتبقى للخلف. طب يا ترى بقى الفريكشن فورس دي او قوة الاحتكاك بتعمل ايه؟ الفريكشن فورس دي بتحاول تعمل slows down، يعني بتبطأ the moving object and has its effect in the opposite direction، يعني بتحاول تبطئ او تعمل ستوب للجسم اللي بيتحرك لانها دايما بتبقى في عكس الاتجاه. برضو لو انا جيت دلوقتي وعملت rub our hands يعني بدعك ايدي كده في بعض، مش احنا في الشتاء دايما بنحب ندعك ايدينا كده في بعضيها عشان نتدفى. دايما بلاقي ايد بتتحرك لفوق والايد التانية بتتحرك ليه؟ لتحت، يعني الاتنين عكس بعض. حركة الايد عكس بعض دي بينتج ما بين التو هاندز بتوعنا فورس اسمها فريكشن فورس. تمام يا ولاد؟ طيب لما بنيجي نعمل سكيتنج، سكيتنج يعني بتزحلق على الايس على الجليد، ايه اللي بيحصل؟ الشوز بتاعنا بيفضل يحتك بيه التلج، طبعا بيبقى ليه شوز خاص معين بيه، فالاحتكاك اللي ناتج على التلج ده دايما بيبقى in opposite direction، هي دي الفريكشن فورس. طب لو جه قال لي give reason the ball which moves on the floor stops after a little time، يعني ايه الكلام ده؟ انا معايا كرة، الكرة دي انا مسكتها كده ورميتها على الارض او دحرجتها على الارض، ايه اللي هيحصل؟ الكرة دي هتتحرك moves on the floor، هتتحرك على الارض شوية وبعدين هيحصل لها ايه؟ هيجي عليها وقت ولاقيها وقفت مكانها، خلاص وقفت عن الحركة، stop moving. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الكرة البول بتاعتنا عملت كونتاكت مع الفلور مع الارض، فحصل ما بينهم فورس اسمها فريكشن فورس اللي حاولت تعمل سلوز داون او ستوب للبول دي هيت وخليتها تقف بعد فتره. يبقى هقول ان الاجابه هنا due to the friction force which affects in the opposite direction of the movement of the of the pole، يعني اللي وقف الكوره هي قوه الاحتكاك اللي كانت ما بين الكوره والارض واللي بتاثر في عكس الاتجاه. خلاص يا اولاد دي friction force. طيب ايه هي التايبس الانواع بتاعت الفريكشن فورس؟ انا عندي فريكشن فورس ممكن تكون between solids، between solids يعني حاجتين مواد صلبة، يعني لما بحرك ايديا الاتنين في بعضها، لما بعمل rub للهاندس، مش التو هاندس دول solids يعني مواد صلبة، حاجة اتحركت على حاجة صلبة، يبقى دي كده فريكشن between solids وهناخدها بالتفصيل. تاني طيب اسمه friction between solid objects and the air، يعني جسم solid بيتحرك في الهواء وهناخد عليها examples.
تالت نوع أو type number 3 اسمه friction between solid objects and water، يعني حاجة solid وبتتحرك فين؟ في الwater، في المية. طب تعالوا ناخد كل type من دول بالتفصيل. أول حاجة friction between solids، الإكزامبل عليها friction between the bike tires and the road، يعني الفريكشن أو الاحتكاك ما بين التايرز بتاعت العجلة اللي هي كاوتش العجلة والرود اللي هي الأرض. العجلة وهي ماشية أو ممكن عربية، العربية وهي ماشية بيبقى الكاوتش بتاعها ملامس in contact لمين؟ للرود، للأرض. وبالتالي أي حاجة ملامسة لحاجة تانية وبتتحرك عليها بيحصل ما بينهم friction force. برافو عليكم. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا when you ride a bike انا بزوق العجلة بتاعتي، فبعمل ايه؟ ببدل، بعمل بيدالينج بالبدال دوت عشان العجلة بتاعتي تتحرك، صح ولا لأ؟ بيحصل movement للعجلة دي. طيب جيت انا رفعت رجلي من على البدال او وقفت، عملت stop pedaling، وقفت ايه التبديل بتاعي، هيحصل ايه للعجلة؟ هتعمل slow down gradually، يعني هتبدأ واحدة واحدة، gradually يعني واحدة واحدة، تعمل slow تبطأ وبعدين تعمل stop. طب ليه؟ ايه اللي حصل خلاها عملت stop؟ اللي حصل ان انا لما عملت stop pedaling يعني وقفت التبديل، ما بقاش في movement force، ما بقاش في قوة حركة، بس في قوة تانية بين كاوتش العجلة دي وما بين الأرض، هيحاول يوقف مين؟ هيحاول يوقف العجلة. يبقى العجلة وقفت ليه؟ عشان خاطر الفريكشن فورس اللي نشأت ما بين التايرز وما بين الرود، قوة الاحتكاك اللي نشأت ما بين كاوتش العجلة دي والطريق، عمل ايه؟ عمل slow down للبايك سبيد، يعني بطأ من سرعة العجلة until it stops، لحد ما العجلة ايه؟ وقفت. اي حاجة بتتحرك بيأثر عليها دايما حاجتين، movement force يعني قوة حركة، وفريكشن فورس قوة الاحتكاك. لما بتكون الموفمنت فورس اكبر من الفريكشن فورس، من اسمها موفمنت فورس يعني قوة الحركة، لما تكون لارجر كبيرة يبقى اكيد الجسم هيحصل له ايه؟ هيحصل له موفينج. طب لو الفريكشن فورس بقى هي اللي انكريز، هتغلب هنا، ليه؟ هي بقت الاقوى، فهتعمل سلو داون او تعمل ستوب للجسم. يبقى تاني، لو الفريكشن فورس لارجر ذان الموفمنت فورس، ها فريكشن اكبر، يبقى الفريكشن بتعمل ستوب، يبقى البادي doesn't move. طب لو حصل ان الموفمنت فورس هي اللي لارجر، هي اللي هتكسب والجسم هيتحرك، هيعمل موف. خلاص يا ولاد اتفقنا؟ طيب في الصورة اللي قدامنا دي في فيجر 1 وفيجر 2. في فيجر 1 انا رفع الكيوب او المكعب ده بكتابين، بس لقيته ما بيتزحلقش من على الحامل اللي عليه ده. لكن في فيجر 2 انا رفعته على 3 بوكس، على 3 كتب، حصل ايه؟ لقيت الكيوب ده عمل موفمنت، اتزحلق، عمل سلايدنج. يبقى ايه التفسير؟ لو قال لي جيف ريزون هقول له ايه؟ هقول له ان فيجر نمبر 1 ده هنا كانت الفريكشن فورس لارجر، اكبر من الموفمنت فورس، وبالتالي the cube doesn't move، ما تحركش. لكن في figure 2 كانت الموفمنت فورس larger than the friction force، فعشان كده قدرت تتغلب على الفريكشن وخلت الجسم يعمل moving، عشان كده الكيوب حصل له سلايد واتزحلق. تمام؟ طيب يبقى ده كان اول نوع اللي هي friction between solid objects، يعني two solids بتحركوا على بعض. طب لو الجسم بتاعي بقى اتحرك في الاير، في الهواء، بقى كده نوع تاني من الفريكشن اسمه اير ريزيستنس او مقاومة الهواء. يبقى الاير ريزيستنس دي عبارة عن ايه؟ هي فريكشن فورس، بس لازم تنشأ من حركة الجسم فين؟ اسمها اير ريزيستنس، يبقى في الهواء، في الاير. يبقى اي فريكشن فورس جت ريزلتنج فروم موفمنت اوف سوليد اوبجكت، يعني من حركة الجسم ثرو اير في الهواء، يبقى على طول اسمها air resistance. اول ما نشوف كلمة air يبقى على طول air resistance. واحنا قلنا ان اي friction force دايما بتأثر in the opposite direction of the movement، زي حركة البيردس in air، زي حركة العربية وهي ماشية. العربية وهي ماشية، هي ماشية في ايه؟ الهواء حواليها، فالهواء بيخبط فيها. احنا كمان لما بنكون بنجري
بنعمل ايه؟ بنلاقي الهواء عمال يخبط في وشنا، صح كده؟ طب الهواء اللي بيخبط ده بيخبط ليه؟ لان انا وشي in contact مع الاير، يعني ملامس للهواء. فايه اللي هيحصل؟ هينتج برضو friction force، قوة احتكاك ما بين وشي اللي هو solid object مع الاير اللي هو الهواء. نتيجة كده friction force دي هسميها air resistance، اللي بتحاول تبطئني او بتحاول توقف حركتي. بس لو انا الموفمنت فورس بتاعتي اقوى، اللي قوة الحركة، هقدر اتغلب على الاير ريزيستنس، مقاومة الهواء، واجري براحتي. لكن لو كانت المومنت فورس بتاعتي اقل، الفريكشن فورس بتاعت الاير او الاير ريزيستنس هتبقى اكبر، وبالتالي هتخليني يحصل ايه؟ هوقف عن الحركة. تمام يا اولاد؟ ده كان تاني نوع. تالت نوع عندي هو الفريكشن بتوين سوليد اوبجكتس اند ووتر، من اسمها جسم وبيتحرك في المية في الووتر، يبقى دي هيبقى اسمها ووتر ريزيستنس. يبقى دي عبارة عن ايه؟ الووتر ريزيستنس دي فريكشن فورس، قوة احتكاك. بس جت منين؟ resulting from the movement of object of solid objects through water، في المية، جسمه اتحرك في المية، فالمية هيحصل ما بينها وما بين الجسم ده friction force، في عكس الاتجاه in the opposite direction، وبالتالي هتحاول تعمل للجسم ده slow down أو stop. زي الاكزامبل بتاعنا movement of fish or ship in water، حركة السمكة أو حركة السفن نفسها في المية، دي كلها بيحصل ايه؟ بيحصل احتكاك ما بينها وما بين المية، فيحصل ايه؟ water resistance، مقاومة الهواء، اللي هي عبارة عن friction force وin opposite ايه؟ direction. طب لما يجي في الجاف ريزون ويقول لي friction force slow down the movement of the body، يعني ليه الفريكشن فورس بتقلل سرعة الجسم؟ او يجي يقول لي ليه الاير ريزيستنس سلوز داون كار موفمنت، ممكن تبطئ سرعه العربيه. او يقول لي ووتر ريزيستنس سلو داون ذا موفمنت اوف شيب، يعني الووتر ريزيستنس بتبطئ حركه السفن مثلا. اي حاجه ويقول لي هي ليه بتبطئ حركه الجسم، الاجابه واحده لكل الاسئله دي، مش هحفظ كذا اجابه، هي ان دي كلها عباره عن ايه؟ سواء الاير ريزيستنس او الووتر ريزيستنس، هم كلهم فريكشن فورس. طب والفريكشن فورس اكت ان ايه؟ ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف ذا موفمنت، يعني بتاثر في اتجاه عكس اتجاه حركه الجسم، ان اوبوزيت دايركشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا موفمنت. تمام يا اولاد؟ يبقى لحد هنا خلصنا بارت 1 من ليسون 1. بالتوفيق حبايب قلبي.